لينير سيرش ده سيرشنج الجوريزم هنستخدمه عشان ندور على ايليمنت من مجموعه من الايليمنتس. فلو افترضنا ان احنا عندنا اري فيها 6 ارقام وان احنا عايزين نبحث عن رقم معين، كل اللي بنعمله ان بنفضل نقارن الرقم اللي احنا بندور عليه ده بكل رقم جوه الاري، لو لقينا ان هو بيساويه يبقى احنا خلاص لقينا الرقم وبنرجع الاندكس بتاعه اللي فيه الرقم، لو ما لقيناهوش بنخش على الرقم اللي بعديه وهكذا. فمثلا في الاري دي لو احنا عايزين ندور على رقم 7 هل هو موجود ولا لا، ولو موجود نرجع الاندكس بتاعه. في الاول هنسال هل الاري اوف زيرو يعني الرقم اللي جوه اري اوف زيرو ده هل هو بيساوي 7؟ هل الواحد بيساوي 7؟ طبعا لا، يبقى بنسيبنا منه ونخش على الاندكس اللي بعديه. في الاري اوف 1 اللي جواها 3 هل ال3 بتساوي 7؟ برده لا، هنخش على الاندكس اللي بعديه. اري اوف 2 هل 5 بتساوي 7؟ برده لا، هنخش على الاندكس اللي بعديه. هل اري اوف 3 اللي هي 4 هل 4 بتساوي 7؟ برده لا، هنخش على اري اوف 4 اللي جواها 7 هل 7 بتساوي 7؟ اه، يبقى احنا كده فعلا لقينا هنا رقم 7 والاندكس بتاعه 4.